السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سنقوم بإلقاء درس ما يسمى بالمجموعات الميكانيكية المتذبذبة، سيستم ميكانيك أوسيلون، بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية، وكذلك بالنسبة للعلوم الرياضية. إذا الدرس من إلقاء الأستاذ شفيق. إذا أولا كبيرة، تقديم مجموعات ميكانيكية متذبذبة. إذا في البداية سنحاول التطرق لشريط لكي نبين فيه بعض الأمثلة لمجموعات ميكانيكية. إذا نشوف جميع الشريط. إذا كنلاحظوا هنايا نابض وجسم صلب، نفس الشيء، هذا أفقي نابض أفقي، جسم صلب ونابض، إذن هذا كيتسمى نواس مرن، قنديل إلاستيك. وهذا نواس اللي، إذن كتلاحظوا كيتكون من سلك فلزي ولا خاديم، وعندنا هنا كذلك سلك فيليز، عندنا هنا ساق، إذا هذا كيتسمى نواس لي بونديل دو تورسيون. إذا هذا نواس بسيط. إذا هنا عندنا أرجوحة كمثال من حياتنا اليومية، وطبيعة الحال أن كل واحد فينا لعب بالأرجوحة في الصغر ديالو، وربما حتى في الكبار ديالو. إذا الآن نحاول أن نعطي تعريفا للمجموعة الميكانيكية المتذبذبة. إذا من خلال الشريط يتبين أن يمكن أن نعطي التعريف التالي، يعني ماذا نعني بالمجموعة الميكانيكية المتذبذبة. إذا فكما لاحظنا فهي عبارة عن حركة دورية. إذا فالمجموعة الميكانيكية المتذبذبة هي مجموعة تنجز حركة دورية من ذهاب وإياب حول موضع توازنها. إذا كذلك يمكن أن نتطرق إلى الحركة الدورية. إذا فماذا نعني بالحركة الدورية؟ فهي حركة تتكرر مماثلة لنفسها في مدة زمنية متساوية. إذا بالنسبة لنا الحركة الدورية سبق وأن رأيناها. نعطي الآن تعريف مثلا لكل نواس، نواس المرن بونديل إلاستيك، فكتلاحظوا أنه يتكون من جسم صلب ومن نابض. إذا نكتب تعريف كما يلي: يتكون النواس المرن من جسم صلب معلق بطرف نابض ذي لفات غير متصلة وكتلة مهملة. إذا بالنسبة للنابض، الطرف الثاني للنابض مثبت بحامل ثابت. إذن هذا هو النواس المرن. الآن نمر إلى النواس اللي. إذن فكتلاحظوا تتكون من ساق ومن سلك. إذن فالساق يمكن أن يقوم بحركة تذبذبية يعني على المحور ديال السلك. إذن التعريف: يتكون نواس اللي من سلك فلزي ثبت أحد طرفيه بحامل ومن قضيب ساق متجانس معلق من مركز قصوره بالطرف الثاني للسلك. نشوفوا الأنواع الأخرى اللي عندكم كذلك في النشاط. إذا في النشاط دائما نشاط واحد صفحة 124، ربما أتطرق إليه في الأول. إذا فهذا النشاط الأول صفحة 124. إذا بالنسبة لنا النواس الوازن، النواس الوازن فكتلاحظوا تتكون لنا من ساق مثبتة بحامل. إذا هنا الموضع ديالها المستقر هو هذا. إذا فتقوم بحركات تذبذبية حول هذا موضع توازنها. إذا فتعريف كما هو مكتوب: النواس الوازن عبارة عن مجموعة غير قابلة للتشويه، يمكنها إنجاز حركة تذبذبية حول محور ثابت تحت تأثير وزنها. فمثلا كمثال لمعروف ومألوف هو رقاص ساعة جدارية. الساعات الجدارية تقوم بحركة تذبذبية وهي عبارة عن نواس وازن. بالنسبة لنا النواس البسيط كما تلاحظون هو عبارة عن
حالة خاصة للنواس الوازن، فبحيث أن الخيط أن النواس البسيط يتكون من خيط ذي كتلة مهملة ومن جسم صلب عالي الكثافة كما هو مكتوب هنا. إذا النواس البسيط هو كل نقطة مادية تتأرجح على مسافة ثابتة من محور أفقي ثابت. يمكننا نديره مثلا حجر مثلا صغير أو شيء من هذا، فهو سيتأرجح حول الموضع المستقر. إذا هنا بالنسبة لنا هذا هو حالة التوازن، يعني هنا غيكون عندنا تيتا صفر. إذا هنا الإشارة فهنا كنخدمو بالأفصول الزاوي، لا بالنسبة للنواس الوازن ولا النواس البسيط، وكذلك للنواس اللي. أما بالنسبة للنواس المرين، يعني اللي فيه نابض، فهذا سنستعمل الأفصول المنحني. نحصل على النواس البسيط بتعليق كما قلنا جسم صغير عالي الكثافة بطرف خيط غير قابل للامتداد. إذا هذه بعض التعاريف بالنسبة للنواسات التي سنتطرق لها في هذا الدرس. الآن نمر إلى ثانيا صغيرة، الحركة التذبذبية ومميزاتها. إذا أول شيء، فماذا نعني بالحركة التذبذبية؟ إذا كما قلنا فالحركة التذبذبية هي عبارة عن حركة ذهاب وإياب كما رأينا في الشريط حول موضع معين، وهي حركة تميز المتذبذبات الميكانيكية. هناك ثلاثة أنواع للحركة التذبذبية. كاين الحركة الحرة، الحركة التذبذبية الحرة، وهي التي ينجزها المتذبذب الميكانيكي دون اكتساب طاقة ما من الوسط الخارجي بعد إحداث حركته. فمثلا الأرجوحة كتلاحظوا أن مع مرور الوقت يكون خمود، يعني غادية وكتنقص كتنقص حتى تتوقف. هناك كذلك الحركة التذبذبية المصانعة، سنرى في آخر هذا الدرس كيف يتم القيام بعملية الصيانة أو لكي تكون الحركة مصانعة، فهي التي ينجزها المتذبذب الميكانيكي بتعويض، وذلك بتعويض الطاقة المفقودة بواسطة جهاز خارجي كما هو الشأن بالنسبة مثلا للساعة الحائطية. وأخيرا الحركة التذبذبية القصرية. إذا القصرية هنا فورسي، فتتم بفرض مجموعة ميكانيكية التي تسمى في هذه الحالة المثير تردد لذبذبات على مجموعة متذبذبة تسمى بالرنان، كذلك سنراها في آخر هذا الدرس. الآن سنمر إلى مميزات الحركة التذبذبية. إذا أشرت سابقا إلى موضوع التوازن المستقر، فمثلا إذا أخذنا سلك اللي فتلاحظون هنا بأن موضع التوازن المستقر هو هذا، إذا حالة التوازن المستقر. وبطبيعة الحال فعندما نحاول أن ندير مثلا القضيب بزاوية تيتا فهو يقوم بحركة تذبذبية حول موضع التوازن المستقر. إذا فلا يمكن لمتذبذب ميكانيكي أن ينجز حركته التذبذبية إلا حول موضع توازنه المستقر. الآن نتكلم عن وسع الحركة. فبالنسبة لنا وسع الحركة نلاحظ مثلا في الشكل، فتلاحظ الآن أن وسع الحركة هي أعلى قيمة تمكن أن تتخذها الحركة. فمثلا هنا 3 سنتيمتر هذا كمثال، إذن هنا من محور الزمان ومحور الأفاصيل الفرق إلى وكذلك محور الأراتيب اللي هو بالنسبة لنا هو إكس بالسنتيمتر. إذا هذا مثال لنواس مرين. وسع الحركة لمتذبذب ميكانيكي حر وغير مخمد، إذا هنا ما كاينش خمود، سنرى الخمود فيما بعد، هو القيمة القصوى الموجبة، إذا هي هذه التي يأخذها المقدار الذي يعبر عن مدى ابتعاد أو انحراف المتذبذب عن موضع توازنه المستقر. نستعمل الأفصول الزاوي كما أشرت بالنسبة للنواسات الوازن البسيط واللي، ونستعمل الأفصول المنحني إكس
للنواس المرين، لأن يقوم بحركة مستقيمية سواء كان رأسيا أو أفقيا، فسنجد نفس الشيء. الآن اثنان ثلاثة، نمر إلى خمود الذبذبات الميكانيكية. إذن ونتكلم عن ظاهرة الخمود، وهو يوجد في نشاط واحد الصفحة 140. إذن نشاط واحد الصفحة 140. إذن كاين فقط ظاهرة الخمود. ماذا نعني بظاهرة الخمود؟ إذن ظاهرة الخمود هي ظاهرة ميكانيكية يتم فيها تناقص وسح الذبذبات بفعل احتكاكات صلبة أو مائعة. الموائع فهي نتكلم هنا عن السوائل والغازات. إذن فهنا يعني أن بالنسبة لظاهرة الخمود هي معناه أن الوسع مع مرور الوقت يتناقص دون تقريبا تغير في ما يسمى بشبه الدور بالنسبة للحركة شبه الدورية. اثنان ثلاثة واحد، أنظمة خمود الذبذبات الميكانيكية. وهنا سنمر إلى النشاط اثنان صفحة 142، ويتكلم عن الخمود بالاحتكاكات المائعة. إذن فهنا حالة الخمود الضعيف. مناولة واحد، يمثل الشكل جانبه نواسا مرنا يمكنه أن يتذبذب كما تلاحظون هنا، في وسط به مائع. يمثل الشكل واحد تسجيل حركة النواس في غياب المائع، ليست هناك احتكاكات. بينما الشكل اثنان يمثل حركة النواس بوجود مائع. إذن فهنا يمكن أن نرى الفرق بين الشكلين، الشكل واحد بدون احتكاك والشكل اثنان بوجود احتكاكات مائعة. السؤال الأول، ما نوع الأنظمة الملاحظة في الشكلين واحد واثنان؟ فتلاحظون أن بالنسبة للشكل واحد فهناك حركة دورية، إذن فالوسع لا يتناقص مع مرور الزمن، في حين أن الشكل اثنان الوسع، إذن الوسع كتلاحظوا يتناقص مع مرور الزمن. إذن الشكل واحد فهو نظام دوري، والشكل اثنان نظام شبه دوري. إذن إلا بغينا نحسبوا التي، فكتلاحظوا من هنا حتى لهنا 0.5، ولكن إلا مشينا من الرأس إلى الرأس كرات، يعني من الكرات، إذن هنا عندنا من هنا حتى لهنا تقريبا واحد سكوند، ثانية واحدة بالنسبة للدور. في النظام شبه الدوري يعني الشبه، يعني أن التي صفر هنا غادي نرمزوا ليها بالتي صفر، وهنا غادي نرمزوا ليها بتي. هنا التي كذلك لاحظوا من هنا حتى لهنا يعني بالنسبة لشبه الدور غنلقاو ثانية، إذن هناك تقارب. إذن فشبه الدور تي كيتساوي واحد ثانية كما قلت، والدور تي صفر يساوي واحد ثانية. نستنتج أن شبه الدور في الشكل اثنان يقارب الدور الخاص للمتذبذب بدون احتكاك الشكل واحد. إذن فهناك تقارب ما بين الدور وشبه الدور. إذن شبه الدور تي لمتذبذب ميكانيكي خموده ضعيف. إذن هنا تقريبا يمكن أن نعتبر الاحتكاكات مهملة، هو المدة الزمنية التي تفصل بين مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحة، وهو تعريف كذلك للدور. إذا شبه الدور لمتذبذب ميكانيكي خموده ضعيف هو المدة، وهو عبارة عن مدة زمنية لأن كنحسبه من محور الزمن أو محور الأفاصيل إن شئتم، التي تفصل مرورين متتاليين للمتذبذب من موضع توازنه المستقر في نفس المنحى. الآن سنتطرق إلى باء دائما في نفس النشاط 2 صفحة 142، حالة الخمود الحاد أموغتيسمون إيجي. نحتفظ بنفس التركيب السابق ونغير المائع ونسجل في كل مرة حركة المتذبذب، فنحصل على المنحنيات الممثلة في الشكل جانبي. إذن هذه هي
المنحنيات. إذا كاين المنحنى واحد والمنحنى اثنان والمنحنى ثلاثة، أو الشكل واحد اثنان ثلاثة يعني في نفس الشكل. إذا فهنا دائما إكس بدلالة تي. السؤال، هل يمكن التطرق لشبه الدور بالنسبة للحركات الملاحظة؟ إذا أصلا هنا ما عندنا نظام لا دوري. إذا النظام لا دوري لا يمكن أن نتطرق، لا يمكن التطرق لشبه الدور بالنسبة للحركات الملاحظة. سؤال ثاني، كلما كان خمود بعض المتذبذبات كبيرا، كلما كان عدد التذبذبات اللازمة لكي يعود المتذبذب لموضع توازنه صغيرا، تزداد أهمية الخمود بزيادة الاحتكاكات. إذا كلما ازدادت الاحتكاكات تزداد أهمية الخمود. ويمكن أن نميز بين ثلاث أنظمة للخمود. هناك النظام تحت الحريج، فهذا النظام تحت الحريج ينجز المتذبذب ذبذبة واحدة قبل توقفه. يعني يمكن أن نختار، ماذا نعني هنا؟ النظام تحت الحريج، النظام الحريج يرجع المتذبذب إلى موضع توازنه بعد إزاحته وبدون تذبذب، والنظام فوق الحريج يستغرق المتذبذب وقتا طويلا للوصول إلى موضع توازنه وبدون تذبذب. إذا فمن خلال هذه التعاريف يمكن أن نحدد يعني الشكل المناسب لكل نظام. فمثلا بالنسبة للنظام واحد، فتلاحظ هنا هو، فالنظام جوج اثنان هو نظام حرج، نظام تحت الحرج ونظام فوق الحرج. إذا فالنظام واحد نظام تحت الحرج، نظام اثنان نظام حرج، وفي الأخير النظام الثالث وهو نظام فوق الحرج. وهناك التعاريف كما جاءت في النشاط 2 صفحة 142. الآن نمر إلى الخمود بالاحتكاكات الصلبة. إذا فالنشاط 3 صفحة 144، وهو بطبيعة الحال يتطرق إلى الخمود بالاحتكاك الصلب amortissement solide. نحتفظ بنفس التركيب السابق ونغير في هذه المرة نوع الاحتكاكات بحيث يكون الجسم في تماس مع السطح الأفقي. إذا هناك تماس مع السطح الأفقي يعني يكون عندنا احتكاكات صلبة. نسجل حركة المذبذب فنحصل على التسجيل التالي. إذا هذا هو التسجيل الموجود عندنا. ففي هذه الحالة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن إذا حدد كيف يتغير وسع الحركة مع الزمن. إذا كتلاحظوا هنا الوسع في البداية، فالوسع يتناقص مع مرور الزمن. وحتى بالنسبة لشبه الدور، ثانيا أحسب شبه الدور تي وقارنه بالدور الخاص تي زيرو الذي رأينا بأن تي صفر تساوي واحد ثانية. إذا نشوف هنا كذلك 0.5. إذا هنا كتلاحظوا كذلك من هنا حتى لهنا لدينا ثانية واحدة. إذا بهذا نكون قد أجبنا عن أسئلة النشاط. إذا فيتناقص وسع الحركة مع الزمن، وكذلك فنجد بأن التي تساوي التي صفر تساوي ثانية واحدة. الآن نمر إلى ثانيا كبيرة، دراسة ذبذبات المجموعة جسم صلب نابض النواس المرن. نتكلم هنا عن النواس المرن، و نعود إلى الصفحة 126 هي الموجودة الآن أمامكم، نشاط 2 صفحة 126 النواس المرن فونديل إلاستيك، الدراسة التحريكية إتي ديناميك مناولة واحد. ننجز التركيب التجريبي أسفله. إذا هذا هو التركيب، عندنا نابض وعندنا الخيال، حيث نزيح الخيال السيء ذي الكتلة M تساوي 145 غرام المرتبط بنابض كتلته مهملة وصلابته ك تساوي 10 نيوتن متر موانزا. إذا غادي نحاولوا نعقلوا مزيان على هذه الكتلة لأن غادي نحتاجوها. M تساوي 145 غرام وك اللي هي صلابة النابض كتساوي 10 نيوتن متر موانزا عن موضع توازنه المستقر
إذا الموضع توازن ديالي مستقر، مثلا نعتبر أن هذا هو الموزن، الموضع توازن مستقر، إذا نقوم ب فيكون إما نقوم بجره أو بكبسه، أي يعني ضغطه على موضع توازن مستقر بمسافة إكس أم تساوي 3 سنتيمتر. إذا كتلاحظوا هنا في المنحنى عندنا 3 سنتيمتر، ثم نحرره بدون سرعة بدئية ونسجل مواضع مفجر الخيال على ورقة مثبتة على الأسطوانة التي تدور بسرعة ثابتة، ونحصل على المنحنى أسفله. هنا الاحتكاكات مهملة. المناولة اثنان، نعيد نفس المناولة السابقة مع الاحتفاظ بالأسطوانة متوقفة، حيث نعلم الموضع او لمركز، اذا هنا مركز قصور الخيال الذي ينطبق مع موضع توازن، اذا هنا او هو موضع التوازن المستقر جي صفر النابض غير مشوه. نختار المحور او اي، اذا هو هذا كتلاحظوا الذي ينطبق اصله مع جي صفر، بواسطه وسيط معلوماتي نسجل اكس افصول جي وتسارعه اكس اكس دو بوان، تسارع هو اكس دو بوان، ونحصل على المنحنى اكس دو بوان اون فونكسيون دو اكس. اذا هنا عندنا الممثل اسفله، اذا هنا عندنا 0.5 وهنا ناقص 0.5، اذا هنا حتى هنا ناقص 2، الى حسبنا 0.5 ناقص 1 ناقص 1.5، اذا هنا ناقص 2 وليس 2. وهنا تقريبا الى درنا الاسقاط مزيان ما عندناش 3 بالضبط، اذا عندنا هنا 1 2 3، هنا ما عندناش 3 عندنا تقريبا 2.9 سنتيمتر. اذا نمر الان الى الاسئله. السؤال الأول، حدد مبيانيا المعامل الموجه للمستقيم محصل عليه وقارنه مع الخارج ك على ام. إذا غادي نحسبوا المعامل الموجه، فالمعامل الموجه كتلاحظوا عندنا هنايا عبارة عن دالة اكس دو بوان ان فونكسيون دو اكس، هي عبارة عن دالة خطية، إذا فالفا يمكن لنا نحسبوها كما كما هو مبين هنا. معامل الموجه المستقيم محصل عليه اكس دو بوان كتساوي مثلا الف، لقاش عندنا اكس دو بوان ايكال اف دو اكس، يعني ان اكس دو بوان كتساوي الفا اكس. اذا الفا اكس مثلا غادي ناخذ هاد النقطتين، عندي هاد النقطه بطبيعه الحال لان هنا عندي صفر، اذا غادي ناخذ ناقص 2 على 2.9، وهنا عندنا سنتيمتر ساحول الى المتر، غتولي عندي 2.9 في 10 اس ناقص 2 كتعطيني تقريبا ناقص 68.96، ونحسب كذلك ك على ام. اذا هنا عندنا 10 اللي هي الصلابه، الصلابة والكتلة 145 غرام، غادي نحولوها للكيلوغرام كتعطينا تقريبا 68.96. إذا ماذا نلاحظ؟ بأن المعامل الموجه يساوي ناقص ك على ام، إذا هنا كاين لأن المعامل الموجه سالب. السؤال الثاني، نسمي العلاقة بين تسارع الحركة اكس دو بوان والأفصول اكس بالمعادلة التفاضلية للحركة، استنتج هذه المعادله. ففي هذه الحاله عندنا اكس دو بوان تساوي الفا على اكس، اذا بطبيعه الحال غتولي عندنا اكس دو بوان كتساوي ناقص ك على ام في اكس. اذا من هذه العلاقه غادي يعطينا اكس دو بوان تساوي ناقص ك على ام كما قلت اكس، اذا سنمرر ناقص ك على ام للجهه الاخرى بجانب اكس دو بوان، فتصبح المعادله اكس دو بوان زائد ك على ام اكس تساوي صفر، تسمى المعادله التفاضلية لنواس مارين. إذا هنا حصلنا على المعادلة التفاضلية تجريبيا. السؤال الثالث، أجرد القوى المطبقة على الخيال وأعطي مميزاتها. إذا هنا أنا حاولت نرسم أو نمثل القوى المطبقة على الخيال، فكتلاحظوا بأن الخيال يوجد تحت تأثير ثلاث قوى، بي وزنه آر تأثير السطح على الجسم، و اف اللي هي قوة الارتداد، لأن عندما نقوم بجر الجسم فقوة الارتداد تكون في المنحى المعاكس، دائما تحاول أن تعيد الجسم إلى حالته الطبيعية. إذا فالقوة الأولى كما قلت بي وزن الجسم، اخ اللي هي تأثير السطح على الجسم، اف وهي قوة الارتداد المطبقة من طرف النابض على الجسم، وهي قوة 9
إلى إرجاع الجسم إلى موضعه البدئي. إذن هنا بالنسبة لقوة الارتداد، مميزات قوة الارتداد، فكتلاحظوا أن نقطة تماس الجسم هي نقطة تأثير، هي نقطة تماس الجسم والنابض. بالنسبة لخط التأثير فهو كما تلاحظون محور النابض. المنحى فهو موجه نحو داخل النابض في حالة الإطالة، يعني عندما نقوم بجر الجسم فقوة الارتداد تكون في المنحى المعاكس، وفي حالة الضغط عندما يكون مضغوط تكون F في المنحى المعاكس دائما فهي معاكسة. والشدة، إذا تعلمون بأن شدة النابض هي F كتساوي K L ناقص L صفر K دلتا L. بطبيعة الحال صلابة النابض K تكون بالنيوتون باخ متر، دلتا L إطالة بالمتر، و L طول النابض النهائي، و L صفر هي الطول البدئي. رابعا، السؤال الرابع، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت المعادلة التفاضلية المحصل عليها سابقا. إذن ماذا يقول القانون الثاني لنيوتن؟ مجموع القوى يساوي MA جي. إذن عندنا احنا ثلاث قوى، نطبق ذلك هنا، ف P زائد R زائد F تساوي MA جي. إذن فكتلاحظوا بأن P و R قوتان متقاستان، يعني ماذا يعني متقاستان؟ يعني المجموع ديالهم يساوي صفر، وبالتالي كتبقى عندنا F تساوي MA جي. إذا ونعلم بأن F هي موان كا إكس موان كا دلتا L، لأن F يعني عكس E، فإي في هذه الجهة وهي في الجهة الأخرى. A جي كتساوي إكس دو بوان، وبالتالي نحصل على موان كا إكس تساوي M إكس دو بوان. إذا على المحور أو إكس، يعني حتى قمنا بعملية الإسقاط سنزيد نفس الشيء. إذن إكس دو بوان زائد ك على أم تساوي صفر، وبذلك نكون قد حصلنا على المعادلة التفاضلية التي وجدنا سابقا. إذن فدائما نجد بالنسبة للنواس المرين إكس دو بوان زائد ك على أم تساوي صفر. السؤال الخامس، علما أن حل المعادلة التفاضلية السابقة يكتب على شكل x x m كوسينس ديال دو بي سير تي صفر تي زائد في، ماذا نعني ب x m؟ ماذا نعني ب دو بي على تي صفر تي زائد في؟ وماذا نعني ب في كذلك؟ إذا دو بي على تي صفر في تي زائد في فهي طور عند اللحظة تي، ويكون بالراديان راديون. في وهي الطور عند أصل التواريخ عند اللحظة تي صفر كذلك بالراديان. إكس أم وهي وسع الحركة بالمتر، ثم تي صفر هو دور هو الدور الخاص ويكون بالمتر. في المثال مثلا إلا رجعنا للمثال ديالنا، عندنا إلا خدينا من هنا حتى لهنا، إن هنا ما بيناش لينا مزيان، عندنا دو تي صفر كتساوي 1.5، وبالتالي تي صفر كتساوي 0.75. الا خدينا في عندنا هنا مثلا في تساوي صفر، وعندنا اكس ام تساوي 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر، اذا 0. نحول الى المتر 3 10 موان 2 متر، فنجد المعادله التفاضليه بتطبيق ما راينا، اكس دو تي تساوي 0.03 كوسينيس ديال دو بي سير تي 0 هي 2.67. الى قسمنا 2 على 0.75 تقريبا غنلقاو 2.666، اذا 67 بي في تي. الان تعبير الدور الخاص من خلال، اذا يحدد تعبير الدور الخاص انطلاقا من المعادله التفاضليه، بحيث نبحث عن الشرط الذي ينبغي توفره لكي تكون الداله x دو تي تساوي x ام كوسين دو بي سير تي 0 تي بلس في حلا للمعادله التفاضليه. اذا لدينا عفوا، اذا هنا غادي نديرو x دو بوان، لان عندنا x x دو بوان، حنا نديرو x بوان. إذا إكس بوان، إذا كتعرفوا بأن الكوسينيس إلا درنا الاشتقاق ديالو فاشتقاقه هو ناقص سينيس، ولكن عندنا هنايا دالة بحال عندنا إف غون جي. إذا عندنا أولا سنقوم باشتقاق دو بي سير تي زيرو فوا تي زائد في اللي هي دو بي، لأن في ثابتة، إذا كتبقى لنا دو بي سير تي زيرو. إذا فإكس دو بوان
غتولي لنا هي موان دو بي سيغ تي زيرو الاشتقاق اللي الداله اللي موجوده داخل الكوسينيس، والاشتقاق ديال الكوسينيس هو ناقص سينيس، يعني عطينا موان دو بي تي زيرو اكس ام سينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بليس في. ونديرو الاشتقاق الثاني، فهنا السينيس الاشتقاق ديالو هو الكوسينيس، والاشتقاق ديال داخل السينيس هو دو بي سيغ تي زيرو، دو بي سيغ تي زيرو. اذا غتولي عندنا دو بي سيغ تي زيرو فوا دو بي سيغ تي زيرو، يعني عندنا موان دو بي سيغ تي زيرو او كاري، يعني موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو اكس ام كوسينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في. اذا فنعوض في المعادله التفاضليه، ماذا سيصبح لدينا؟ اذا عندنا اكس دو بوان هي هذه، ها اكس دو بوان موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو اكس ام كوسينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في، زائد ك على ام اكس، اكس هي اكس ام كوسينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في. اذا يمكن لنا نعمل كما تلاحظون باكس ام كوسينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في، فنجد ما يلي. غيبقى لنا ك على ام ناقص 4 بي كاري سيغ تي زيرو، ولا موان 4 بي كاري، موان 4 بي كاري بليس ك سيغ ام، سي لا ميم شوز ايكال زيرو. اذا فهذه مهما كان تي غيكون عندنا ك سيغ ام موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو يساوي صفر. اذا معناه ان تي صفر، يعني غادي نحاولوا نحسبوها، غادي نلقاو هي دو بي الراسين كاري دو ام سيغ ك. او يمكن لنا نمشيو بطريقه اخرى، ملي نوصلوا هنا لاكس دو بوان تي، فماذا نلاحظ هنا؟ موان 4 بي كاري سيغ تي كاري، وهنا عندنا اكس ام كوسينيس ديال دو بي سيغ تي زيرو تي بلس في، اللي هي اكس دو تي، هذه هي اكس دو تي. اذا غتولي عندنا اكس دو بوان هي موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو فوا اكس دو دو تي. اذا سنعوض في المعادله التفاضليه، كنحصلوا على موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو اكس دو تي بليس ك سيغ ام اكس دو تي ايكال زيرو، يعني هنا غير اختصرنا الكتابه. فمن هنا كذلك نعمل باكس دو تي، فنحصل على موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو بليس ك سيغ ام، هو اللي لقينا هنا، ولا ك سيغ ام موان 4 بي كاري سيغ تي زيرو. في هذه الحاله اذا كتلاحظوا اننا غادي نرجعوا نفس الكلام ديالنا، وهو مهما كانت تي، اي ان كاسير ام وكي تساوي صفر. اذا بحيث ان تي صفر هنا هو الدور الخاص للنواس المرين، ام كتله الجسم اس بالجرام، ك صلابه النابض بنيوتن متر موانزا. نعبر كذلك عن التردد الخاص للذبذبات بالعلاقه التاليه، التردد هنا هو ان سيغ تي صفر صفر. إذا هنا تتعطينا واحد على دو بي الراسين كاري دو كاسير ام، بحيث أن الوحدة وحدة التردد هي الهرتز. الآن غادي نمشيو ثالثا الدراسة الطاقية للنواس المرين في وضع أفقي. إذا هنا غادي ناخذ كل نواس على حدة، ندير له الدراسة الطاقية، ندير له الدراسة التحريكية، ثم الدراسة الدراسة الطاقية. إذا هنا كتذكير نحاول نتكلموا على الشغل، شغل قوة ثابتة. إذا هنا عندنا قوة مثلا تطبق على الجسم، الجسم هو هذا من A إلى B، إذا المسافة هي A B، إذا وبينهما زاوية ألفا. إذا فالتعبير ديال الشغل كما لاحظتم كما رأيتم، الشغل من A حتى ل B ديال F هو F سكالير A B، هناك جداء سلمي، وهذا الجداء السلمي يساوي F و A B كوسينيس ديال ألفا، بحيث بأن F ستكون بالنيوتون، A B المسافة بالمتر، و ألفا وهي الزاوية الموجودة بين F و A B. إذا هنا هذا الشيء اللي كتبنا، بحيث أن ألفا الزاوية ما بين F و A B، A B المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة B تسمى بالانتقال، نعبر عنها بالمتر، F شدة القوة بالنيوتون، الشغل شغل قوة F ونعبر عنه بالجول. إذا فالشغل كذلك فهو عبارة عن طاقة نعبر عنه بالجول. إذا هناك ملاحظة، لا يتعلق شغل قوة ثابتة بالمسار المتبع من طرف نقطة التأثير، بل يتعلق بالموضع البدئي والموضع النهائي. إذا هنا غير الشرح ديال الشغل. الآن عندنا الشغل الجزئي لقوة مثلا غير ثابتة، فهنا نقوم بتقسيم
المسار المنحني إلى ما يسمى ب دلتا ال صغيرة A0 A1 A2 إلى آخره AI موانز 1 AI إلى آخره AN. إذا الجسم أس في إزاحة منحنية أي أن مسار حركة نقطة M الجسم منحني غير مستقيم. نقسم المسار إلى أجزاء مستقيمية نسميها دلتا ال متناهية في الصغر، يعني بحيث تصبح على شكل قطع صغير يعني مستقيمية. الشغل الجزئي الذي تنجزه القوة F خلال الانتقال دلتا L هو، إذا هنا يولي عندنا F و دلتا L، F جداء سلمي دلتا L، F دلتا L. إذا هنا الشغل الرمز ديال الشغل دلتا أوميغا دلتا في دبليو في، إذا هنا هو الشغل الجزئي. إذا الشغل الجزئي سنحاول أن نجمع هذه الأشغال الجزئية، إذا هو مجموع الأشغال. الشغل ديال F هو مجموع الأشغال ديال الجزئية ديال F، بحيث هو مجموع F و دلتا L جداء سلمي. الآن أمر إلى الدراسة الطاقية للنواس المرين، وهنا نمر إلى الصفحة 130 والنشاط 3. إذا هذا هو النشاط، إذا سنقوم بتجزئة هذا النشاط لكي نجيب عن الأسئلة. إذا هنا الدراسة الطاقية إتيد إنرجيتيك، إذا فمعناه هنا قمنا بدمج درسين، الدرس الأول المجموعات الميكانيكية المتذبذبة والدراسة الطاقية. إذا أولا تعبير طاقة الوضع المرنة expression de l'énergie potentielle élastique. نعتبر نابضا لفاته غير متصلة، طوله الأصلي L صفر وكتلته مهملة وصلابته ك. نثبت إحدى طرفيه أو نثبت إحدى طرفيه بحامل، وهذا وطرف الآخر مرتبط بجسم صلب C. الجسم صلب C كتلته ام يتحرك بدون احتكاك، اذا هنا الاحتكاكات مهمله فوق سطح افقي. نزيح السي قليلا عن موضع توازنه، اذا لا اعتبرنا هذا هو موضع ديال التوازن ديالو، ازحناه قليلا. ثم نحرر بدون سرعه بدئيه، نختار محور ينطبق اصله مع مركز القصور جي صفر للجسم الصلب عند موضع توازنه. اعطي تعبير قوه الارتداد اف، اذا قوه الارتداد F، إذا كاين هناك F وكاين هناك F بريم. F بريم هي اللي طبقنا على النابض، قمنا بجره بإزاحته، و F هي قوة الارتداد. إذا هنا عندنا عادة F بريم هي يعني عندنا هي ك دلتا، بحكم أن عندنا هنا المنحى المعاكس إذا غتكون موان ك دلتا، هنا بالنسبة لنا دلتا هي إكس، دلتا L هي إكس. إذا F كتساوي موان ك إكس اي تساوي مو اف بريم، لان اف بريم في المنحى الموجب، هذه هي اف بريم اللي دايرينها بالاحمر، جرينا بالنسبه لاف في المنحى المعاكس. اذا اعطي تعبير قوه الارتداد اف، اي ان اف بريم تساوي ك اكس اي، لان غنخدموا فيما بعد بك اكس باب اف بريم، بمعنى ان اف بريم تتعلق بالافصول اكس، اذا فهي غير ثابته، ف اكس هنا اف اكس متغيره، وبالتالي فالقوه كذلك متغيره. اذا فالشغل، اعطي تعبير الشغل الجزئي لقوه الارتداد والتي نعتبرها ثابته خلال هذا الانتقال الجزئي، غتعطينا اف بريم دلتا ال، هذه بالنسبه للقوه المطبقه على النابض. اذا قوه اذا كتساوي ك اكس اي كما قلنا، ك اكس اي فوا دلتا اكس اي، يعني الدلتا اكس اي، هذا دلتا اكس اي هو الانتقال الجزئي، وكيساوي ناقص الشغل الجزئي لقوه الارتداد المطلوبه، ناقص دلتا دبليو اف. اذا هذا فيما يخص السؤال الثاني. السؤال الموالي، يمثل المنحنى التالي تغيرات اف بريم بدلاله اف دو اكس. اذا هنا صحوا واحد الخطا عندكم، هنا ماشي اف، هنا عندكم اف بريم، يعني القوه المطبقه على النابض وليس ليست قوه الارتداد بدلاله اكس. شده القوه المطبقه على النابض وحسب القانون الثالث لنيوتن
قلنا اف بريم كتساوي ناقص اف. اذا عين مبيانيا الشغل الجزئي لقوه الارتداد. اذا هنا ما غاديش نجاوب على قوه الارتداد، غنجاوب على القوه اف المطبقه على النابض. اذا الشغل الجزئي هو الشغل الموجود هنا باللون الازرق، هذا الشغل جزئي يعني من اكس حتى الاكس بليس دلتا اكس. يوافق الشغل الجزئي اف بريم هو كا اكس فوا دلتا اكس كما قلنا، مساحه المستطيل الجزئي بالازرق. اذا هذا هو الشغل، وهذه المساحه لان عندنا هنا داله خطيه اف، اف بريم بدلاله اكس هي داله خطيه، وعندنا الانتقال اللي هو دلتا اكس. اذا عندنا هنا اف بريم، اذا فالشغل هو كا اكس اف فوا الانتقال، الاف بريم هي كا اكس والانتقال الجزئي هو دلتا اكس. اذا مساحه المستطيل الجزئي بالازرق مبين في الشكل. اذا هذا هو الشغل الجزئي اف في الانتقال الجزئي. سؤال موالي، اعطي تعبير الشغل الكلي لقوه الارتداد بطريقتين. اذا ساجيب عليها في صفحه في ديابو اخر. اعطي تعبير الطاقه الى اخره. نمشيو للسؤال الرابع، اعطي تعبير الشغل الكلي لقوه الارتداد ب طريقتين. ونبدأ بحول الله. إذا نبدأ بالطريقة الأولى وهي الطريقة المبيانية. إذا كتلاحظوا هذه الأشغال الجزئية، إذا غادي نقطع سنقوم بتقسيم يعني الانتقال من أ حتى البي إلى أجزاء. إذا غتكون عندنا عدة أجزاء، فبالتالي الشغل ديال الشغل الكلي هو مجموع الاشغال. اذا هذا وهذا وهذا وهذا، غادي سنجمع هذه الاشغال. ففي هذه الحاله الشغل الكلي هو مجموع الاشغال، اذا غيكون هو شبه المنحرف سي دي او و اش. هذا هو الشغل. تنتكلم هنا القوة المطبقة على النابض وليست قوة الارتداد. إذا عند انتقال النقطة M، مثلا عندنا النقطة M من A أفصول أفصولها XA إلى B أفصولها XB، كما قلت فإن الشغل الكلي للقوة F بريم يوافق مجموع مساحات المستطيلات الجزئية ويساوي مساحة شبه المنحرف سي. أنا كاتبه هنا، ما عندكمش في النشاط ولكن ضيفوها سي دي او و اش. هنا اش وليست اف، هنا اش سي دي او اش سي دي او اش. اذا ف ولا اف، هنا سجلوا هنايا اف. اذا هنا ساصحح، إذن أنا مكتوبة إذن هنا نصحح سي إف. إذن هنا F وليس H. هي مسألة كتابة فقط. إذن هنا F إذن هنا كما قلت هي مجموع المساحات. وهنا بطبيعة الحال لاحظوا معايا أن مساحة شبه المنحرف سي دي أو إف ياش، يمكن لي أن ناخذ هاد المثلث أو سي دي ولا أو دي سي و أو أو إف أو أو إف. إذن فغادي ناخذ أو أو إف المثلث كامل وغنقص منه هذا المثلث الصغير. اذا فهنا تولي عندي المساحه او الشغل اف بريم المطبقه على النابض هي مساحه او اف
او او اف ناقص المساحه ديال او سي دي. او سي دي كتعرفوا بان مساحه المثلث فهي واحد على جوج القاعده في الارتفاع، وبالتالي القاعده هي اكس والارتفاع كا اكس. الارتفاع اذا عندنا كا اكس غتولي عندنا واحد على جوج، اذا كا اكس في اكس واحد على جوج كا اكس، اذا كنمشيو هنا باكس وهنا كا اكس، لان هنا عندنا كا اكس كنمشيو بكا اكس، اذا عندنا الارتفاع كا اكس والانتقال اكس، اذا غتولي عندنا كا اكس او كاري على جوج ان دومي، اذا غادي يولي عندنا ان دومي كا اكس بي او كاري ناقص ان دومي كا اكس ا او كاري. اذا هذا هو الشغل ديال اف بريم المطبقه على النابض. الان الا بغينا قوه الارتداد كنعرفوا بان الشغل ديال قوه الارتداد فهو ناقص الشغل ديال يساوي ناقص الشغل ديال اف بريم، اذا غتولي عندنا ان دومي ناقص ان دومي كا اكس بي او كاري زائد ان دومي كا اكس ا او كاري، بمعنى ان تساوي ان دومي كا اكس ا او كاري موا ان دومي اكس بي او كاري. طريقة تحليلية، طريقة تحليلية فهي بسيطة جدا، فنعوض في العلاقة السابقة المجموع بالتكامل والانتقال الجزء دلتا ال بالمقدار التفاضلي دي, دي اكس، يعني عوض في دلتا اكس فنحصل على العلاقة التالية. اذا غيولي عندنا الشغل ديال اف بريم هو التكامل من اكس ا حتى الاكس بي ديال كا اكس فوا دي اكس، اذا هذا هو الانتقال الجزئي بالنسبة لنا هو دي اكس الاشتقاق. فكنعرفوا بان الا درنا كا اكس دي اكس اذا فالتكامل ديالها هو ان دومي كا اكس ما بين اكس ا واكس بي، هذا ما سنكتبه بطبيعه الحال ان دومي كا اكس او كاري من اكس الى اكس بي. نعوض الان غتولي عندنا ان دومي كا اكس بي او كاري ناقص ان دومي كا اكس ا او كاري، اذا ف في هذه الحالة حصلنا على الشغل بالطريقة التحليلية. إذا وجدنا بالطريقة المبيانية ان دومي كا اكس كاري بي موا ان دومي كا اكس ا او كاري، وكذلك بالطريقة التحليلية. إذا الآن أكا خلاصة ماذا يمكن أن نقول؟ إذا تعبير شغل قوة شغل قوة شغل القوة المطبقة، إذا هنا ألف واللام، التعبير شغل القوة المطبقة من طرف مجرب على الطرف الحر لناقد يجعله ينتقل من موضع A إلى موضع B، أفصولهما على التساوي إكس أو إكس بي هو الشغل ديال إف بريم تساوي واحد على جوج كا إكس كاري بي موان زان دومي إكس أ أو كاري. وبما أن كما قلنا F تساوي ناقص F بريم، إذا هنا قوة الارتداد، فإن شغل قوة الارتداد مطبقة من طرف النابض هو واحد على جوج كا إكس أ أو كاري ناقص واحد على جوج كا إكس بي أو كاري. إذا هنا دخلنا واحد ناقص، إذا على يعني هنا كتولي عندنا ناقص واحد على جوج إكس، هذا الشيء اللي عطانا البدئي ناقص النهائي. يتعلق شغل قوة الارتداد F بالموضع البدئي والموضع النهائي لمركز قصور الجسم، إذا لا يهمنا يعني ماذا حدث بين X بين A و B، ولكن تتعلق فقط بالموضع البدئي والموضع النهائي. خامسا السؤال أعطي تعبير الطاقة الحركية للمجموعة الجسم C النابض. إذا التعبير تتعرفوا هو ان دومي ام في كاري، ام الكتلة ديال الجسم و في سرعته، ام بالكيلوغرام في بمتر سكوند موان زان او سي، بطبيعة الحال طاقة فهي بالجول. سؤال بالتطبيق مرهن الطاقة الحركية بين نقطتين افصلاهما على التوالي اكس ا و اكس بي، بين ان دلتا او سي، إذا عندنا دلتا او سي تساوي واحد دلتا ديال واحد الطاقة أخرى سنتعرف عليه بعد قليل. عندما يطبق المجرب قوة F بريم على الطرف الحر للنابض لجعل نقطة تأثير تنتقل من A أفصولها XA إلى B أفصولها XB، حيث توجد كذلك في حالة سكون، إذا A كانت في حالة سكون B تصبح في حالة سكون، فإنه حسب مبرهن الطاقة الحركية لدينا، إذا اش كتقول مبرهن الطاقة الحركية؟ أن دومي MV بي أو كاري، إذا دلتا أو سي كتساوي مجموع
الأشغال. إذا هذا ما رأيتم سابقا. إذا فدلتا أوس سي هي أن دومي أن في بي كاري، الحالة الموضع النهائي مع الموضع البدئي. أن دومي أن في بي كاري موانز أن دومي أن في أ كاري تساوي الشغل ديال إف زائد الشغل ديال إف بريم. قلنا بأن بي و آر قوتان مو يعني زائد الشغل ديال بي زائد الشغل ديال آر، إذا هما ديال آر إذا متقاستان، معناه أن شغلهما كذلك يساوي صفر. ونعلم بأن الشغل ديال إف يساوي ناقص الشغل ديال إف بريم. إذن هذا ما نعرفه، وبالتالي فالشغل ديال F غيساوي ان دومي كا اكس ا او كاري موانز ان دومي كا اكس بي او كاري، اي ان الشغل المطبق من طرف المجرب على طرف النابض يساوي تغير شكل من اشكال الطاقة للمجرب للمجموعة المجرب النابض، وهذه الطاقة هي التي نسميها طاقة الوضع المرنة انرجي بوتنسيال إلاستيك، وعادة نرمز لها ب او بي او يمثل. إذا نمر إلى السؤال السابع، هذا هو الموضوع السابع. يمثل الطرف الثاني للمتساوية السابقة تغير شكل آخر من الطاقة تسمى طاقة الوضع المرنة، ورمزها او بي او أو جيد تعبير او بي او. إذا كما رأينا ف دبل في اف تساوي ان دومي كا اكس كا ا او كاري موانز ان دومي كا اكس بي او كاري. سنضع ان او بي او ا هي ان دومي كا اكس ا او كاري زائد شي حاجه، و او بي او هي ان دومي كا اكس بي او كاري. اذا نعرف في هذه الحاله، نعرف طاقه الوضع المرنه لمجموعه مكونه من جسم نابض في وضع افقي هي الطاقه التي تختزن التي تختزن هذه المجموعه من جراء تشويه الجسم، وتعبيرها هو او بي او كتساوي ان دومي كا اكس كاري زائد سي. سي ثابته تحدد من انطلاقا من الحاله المرجعيه لطاقه الوضع المرنه. اذا طاقه الوضع المرنه يمكن نذكركم بطاقه الوضع انرجي بوتنسيال دو بيزونتور. إذا او بي بي التي رأيتموها سابقا سنراها فيما بعد كذلك. إذا يمكن أن نختار طاقة الوضع المرنة منعدمة في الموضع الموافق للأفصول إكس، موضع التوازن إكس تساوي صفر، بحيث أن في هذه الحالة غتولي عندنا السي تساوي صفر، وبالتالي سنجد بأن طاقة الوضع المرنة هي 1 على 2 كا إكس كاري، وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الجول. إكس إطالة النابض كما رأينا وكا صلابته. إذا هنا تحقق تجريبي من انحفاض الطاقة الميكانيكية. إذا سنحاول أن نجيب ماذا نعني بانحفاض الطاقة الميكانيكية، وما هي مميزاتها، وكذلك يعني في حالة احتكاك مهمل وفي حالة وجود احتكاك. إذا هذا ما سنراه في الجزء الثاني من الشريط بحول الله مع قوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.